صفات الله تعالى الأستاذ الدكتور محمد ربيع الجهدي، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين وعامدها السادة جامعة الأزهر، بارك الله في عمره وشفاه وعافاه وذريته وكل أحبابه ومن ولاه. يقول: ومن سورة سبأ، يعطي نماذج، يعني نماذج عن أن السلف الصالح في 300 سنة الأولى كانوا يفهمون القرآن بنوع من المجاز، خلافا لادعاء ابن تيمية أنه لا مجاز في القرآن وأن السلف كانوا لا يقولون بالمجاز. فهو بيرد ويثبت أن ادعاء ابن تيمية هذا باطل وأنه خطأ، وأن كل من سار عليه يكون قد سار خلفه في نقطة خطأ إن بنى عليه خلاف في كثير من الفروع الفقهية. فدي نقطة مهمة. احنا الجمعة الماضية تكلمنا من أول سورة آل عمران لحد ما وصلنا إلى سبأ. هو مش جايب كمان بالترتيب، هو جايب نماذج، يعني لم يريد أن هو تبقى إيه كل القرآن من أوله لآخره على سبيل التفصيل، فقط نماذج يعني. ولكن اللي يريد التفصيل في مجلدات كثيرة ممكن تقرأها. ومن سورة سبأ قال تعالى: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. قال الفراء: المكر ليس بالليل ولا للنهار، وإنما المعنى بل مكركم بالليل والنهار. وقد يجوز أن نضيف الفعل إلى الليل والنهار ويكون كالفاعلين، لأن العرب تقول نهارك صائم وليلك قائم، ثم تضيف الفعل إلى الليل والنهار وهو في المعنى للآدميين، كما تقول نام ليلك وعزم الأمر وإنما عزمه القوم، فهذا مما يعرف معناه فتتسع به العرب. ده كلام عن القرآن في الجزء الثاني الفراء. وقال الطبري: بل مكروا أي الكم لنا، مكركم يعني لنا، الليل والنهار صدنا عن الهدى إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أمثالا وأشباها في العبادة والألوهة. فأضيف المكر إلى الليل والنهار، والمعنى ما ذكرنا من مكر المستكبرين بالمستضعفين في الليل والنهار على اتساع العرب في الذي قد عرف معناه فيه من منطقها من نقل صفة الشيء إلى غيره، فتقول للرجل: يا فلان نهارك صائم وليلك قائم. ففي الآية مجاز عقلي. ده تعليق للدكتور محمد ربيع، يعني كونه صرفها عن الظاهر ده نوع من المجاز العقلي. ومن سورة فاطر قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. قال الإمام الفراء: فالأعمى هاهنا الكافر، والبصير المؤمن، ولا الظلمات ولا النور قال الظلمات الكفر والنور الإيمان، ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور قال الظل الجنة والحرور النار، ودي حق اللي يصلحها يعني. ولا الظل ولا الحرور كاتبها مرتين يعني الظلمات هي ولا الظل الظل ولا الحرور بدل الظلمات. ايوه، لانه عشان نبلغه في الطبع الجديد ثقه. وما يستوي الأحياء ولا الأموات قال الأحياء المؤمنون والأموات الكفار. وقال الإمام الطبري مثل ذلك وعزاه لابن عباس ولبعض التابعين. وذكر الطبري عن قتادة في قوله: وما أنت بمسمع من في القبور كذلك الكافر لا يسمع ولا ينتفع بما سمع. ففي الآيات مجموعة من الاستعارات. ومن سورة ياسين قال تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون. قال الطبري: فأيمانهم مجموعة بالأغلال في أعناقه، فكنا عن الأيمان ولم يجري لها ذكر لمعرفة السمعين بمعنى الكلام، وأن الأغلال إذا كانت في الأعناق لم تكن إلا وأيدي المغلولين مجموعة بها إليها، فاستغنى بذكر كون الأغلال في الأعناق من ذكر الأيمان. وروى هو بيقول ايه الآية: إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان. فهي هنا اللي هي أيديهم،
في الأغلال إلى الأذقان مع العنق، فهي يعني أيديهم مغلولة مع الإيه بالأغلال إلى الأذقان، فوصلت أيديهم بسبب الأغلال إلى الأذقان فهم مقمحون. يعني إيه مقمحون؟ المقمح اللي هو عامل رقبته، أدي المقمح، يعني ما يعرفش يوتر، ده معنى المقمح في لغة العرب. مقمحون يعني عاملين كده مش قادرين يبصوا قدامهم لأن إيديهم مغلولة كده، واخد بالك؟ أدي حالهم. فأيمانهم مجموعة بالأغلال، يعني أيديهم، أيمن وأنا بمعنى أيديهم، مجموعة بالأغلال في أعناقهم، فكنا عن الأيمان ولم يجري لها ذكر، الفهية ولم يجري لها ذكر لمعرفة السامعين بمعنى الكلام، وأن الأغلال إذا كانت في الأعناق لم تكن إلا وأيدي المغلولين مجموعة بها إليه، فاستغنى بذكر كون الأغلال في الأعناق من ذكر الأيمان اللي هي الأيادي يعني. وروي عن ابن عباس هو كقول الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بذلك أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها بخير. الفصل الثالث صفات الله تعالى الخبرية. الوهم، ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم بصفة الجامع 38 مرة لا علاقة لها بذاته تعالى، وورد بصيغة الإفراد 34 مرة، المسند منها إلى الله تعالى 11 مرة، منها قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال ابن عباس رضي الله عنهما الوجه عبارة عنه تعالى، وقال الشوكاني الوجه عبارة عن ذاته سبحانه ووجوده، يبقى كل ده صرف اللفظ عن ظاهره، يبقى هو ده عين التأويل، وهو ده عين اللي بيقول بيه أهل السنة والجماعة والأشعرية اللي بيدعي عليهم ابن تيمية ان هم خلفوا السلف. فهمت ازاي؟ كل ده بيرد على ايه؟ ادعاء ابن تيمية في الاول في المقدمة. وقال الشوكاني الوجه عبارة عن ذاته سبحانه ووجوده، وقال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس فثم وجه الله قال قبلة الله، وأخرج ابن أبي شيبة عبد بن حميد والترمذي والبياقي في سنن المجاهد فثم وجه الله قال قبلة الله. وحكى المزني عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية يعني والله أعلم فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه. ده من كتاب الأسماء والصفات. ويقول ابن تيمية فثم وجه الله أي قبلة الله ووجهه وجه الله، هكذا قال جمهور السلف في الفتاوى، يعني هو بيناقض قاعدتهم، هو بيقول ما فيش مجاز ويجي بعد كده يجي اول الايات دي بالمجاز. طب ليه انت قعدت قاعده ومش ماشي عليها؟ اذا كنت كذوب فكن ذكور. هذه المشكله، التناقض في مذهبهم، ان يقعدوا القاعده ثم يخالفوها بعد ذلك دون ان يشعروا انهم خالفوها، فدليل الجهل. ويقول ابن تيميه فثم وجه الله اي قبله الله ووجهه الله، هكذا قال جمهور السلف. ويقول في موضع آخر عن هذه الآية ليست من آيات الصفات، وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه في سورة القصص. روى الإمام السيودي من دور المنصور ثلاث روايات عن ابن عباس ومجاهد وسفيان في معنى إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه. ما معنى كلام ابن تيمية ليست من آيات الصفات؟ يعني ليس الوجه ده صفة من صفات الله، أن له وجه. بدنا نناقض الكلام اللي فات، هو بيناقض كلام، ما هو طول عمرهم متناقضين يا استاذ، لكن اتباعه قالوا لا اثبتوا لله وجه، اتباعه والمجسمه اثبتوا لله وجه، فبيقول لك لا ده ليس من الصفات، يعني ليس من صفات الذات، ليس من الصفات الذاتيه. كلام صحيح على فكره، كلام ابن تيميه صح، لكن هو جايبه هو صح ليه؟ لانه بيناقض كلامه قبل كده، هو قال ان مفيش مجاز، لكن كلامه هنا في الآية دي صح، هو مش كل كلامه خطأ، هو لبس الخطأ مع الصواب. المشكلة في كده، وعشان كده فتنة. ما الفتنة إيه؟ ما تكونش فتنة إلا إذا كان فيها خطأ وصواب مع بعض، لكن لو هي خطأ محض مش هتبقى فتنة، ما الناس عارفينها واضحة، ولو هي صواب محض مش هتبقى فتنة برضه، لأن هتبقى هدايا، لكن الفتنة إن يدخل الاتنين في بعض والناس إيه اللي ما عندهمش عمق تفكير ما يعرفش يميز، يقوم يتلخبط، يوم ما يتلخبط يبقى فتنة. هذه المشكلة.
عشان كده مشايخنا قالوا لنا طالما انتوا فهمتوا الكلام ده وعرفتوا الحق اقروا اي كتاب ما يهمكش. تيجي الكتاب الوجوديه الساقطه بتقراه ولا يهمنا. ده انت بتقعد تقراه كانك بتصحح له مش تتاثر بيه لانك انت خلاص فهمت الدنيا ماشيه ازاي. الاول تفهم الحق وبعد كده اقرا ما شئت. مش هيهمك حاجه بقى، مش هيضرك حاجه، لكن تقرا ما شئت وانت مش مؤسس نفسك تبتدي تتاثر وتتلخبط. وروى الإمام السيوطي في الدر المنثور ثلاث روايات عن ابن عباس ومجاهد وسفيان بمعنى إلا وجهه وإلا ما أريد به وجهه. وقال الإمام البخاري في صحيح كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه، ويقول إلا ما أريد به وجه الله. قال ابن حجر في شرحه قوله إلا وجهه إلا ملكه، وفي رواية النسفي وقال معمر فذكره، ومعمر هذا هو أبو عبيدة بن المثنى وهو وهذا كلامه في كتاب مجاز القرآن لكن بلفظ إلا هو، وكذا نقله الطبري عن بعض أهل العربية، وكذا ذكره الفراء، وقال ابن التين قال أبو عبيدة إلا وجهه أي جلاله، وقيل إلا إياه تقول أكرم الله وجهك أي أكرم الله أكرمك الله. لما تقول أكرم الله وجهك يعني أكرمك كلك ولا وجهك بس وإيديك ورجليك تتقطع؟ كلك. يبقى أكرم الله وجهك يعني أكرمك كلك. فهمت إزاي؟ هي دي لغة العرب كده. لا التانيين الجهل يقول لك له وجه ليس كوجهنا. له وجه ليس كوجهنا، يثبت له جريح. ليه؟ على انه عايز يثبت لله تصور معين. دي المشكله، عايز يعبد اله متصور. فدي مشكله، دي بقايا وثنيه. هي دي بقايا وثنيه. وما ذكره شارح البخاري مذكور في جامع البيان وفي الدر المنثور. وقال ابن قتيبه ده توفي سنة 276 يعني في الثلاث قرون الأولى يعني من السلف. ومما يراد في الكلام الوجه ومما يزاد في الكلام الوجه يقول الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أي يريدونه بالدعاء كل شيء هالك إلا وجهه في سورة القصص أي إلا هو فأينما تولوا فتم وجه الله أي فتم الله وإنما نطعمكم لوجه الله أي لله. وينقل ابن تيمية في تفسير هذه الآية عن أبي العالية قول إلا ما أريد به وجهه عن جعفر الصادق إلا دينه في الفتاوى. ويقول ابن تيمية في موضع آخر المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، ويقول إن هذا من هو المأثور والمنقول عن السلف والمفسرين. يبقى هو بيصرفوا اللفظ عن ظاهره. ومنين أنت بقى قبل كده يا ابن تيمية قايل ان هم ما كانوش بيقولوا بالمجاز؟ فهمت بقى ازاي؟ فهو يناقض نفسه. وقال تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون. وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. قال الطبري قول ذلك خير للذين يريدون وجه الله يقول تعالى ذكره إيتاء هؤلاء حقوقهم التي ألزمها الله عباده وخير للذين يريدون الله بإتيانهم ذلك. فقال تعالى إنما نعطيكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال الطبري طلب رضا الله والقرب إليه. هكذا ترى أن السلف ابتداء بحبر الأمة والإمام ابن عباس رضي الله عنهما ومرورا بعلماء القرون الثلاثة مجاهد وسفيان الثوري وجعفر الصادق وأبي العلية وأبي عبيدة معمر بن المثنى والفراء والبخاري وابن قتيبة والطبري وغيرهم يؤولون الوجه. وهكذا يؤول ابن تيمية الوجه ويعترف بأن هذا هو المأثور والمنقول عن السلف والمفسرين. عجبي حافظ ده بيقول عجبي. ونقف على العين إن شاء الله الجمعة القادمة.